ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله بقى النهارده هنتكلم عن المحاضرة الثالثة بعنوان اللوجد جو. هنتكلم عن ايه في محاضرتنا؟ هنتكلم عن اتنين ايتمز، هي محاضرة صغيرة وسهلة يعني ان شاء الله. مين هما الاتنين ايتمز؟ هنتكلم عن المسلز بتاعة الماستيكيشن، وهنتكلم عن حاجة اسمها التيمبرو مانديبولار جوينت. بس كده محاضرتنا خلصت، تمام؟ هنبدأ كده بسم الله. ايه هي الحاجات اللي المفروض نبقى خارجين منها؟ الحاجات دي هنشوفها في الاخر، يعني ان شاء الله هنكون عرفنا كل المطلوب مننا. المفروض نبقى عارفين ايه المصل بتاعه الماستيكيشن اللي احنا هنتكلم عنها. وطبعا بنتكلم عن اي مصل؟ بنتكلم عن ايه؟ اوريجن وانسرشن واكشن ونيرفس بلاي. بعد كده اكلمك عن تيمبرو مانديبولار جوينت، واكلمك كده شويه حاجات ليها علاقه بالتيمبرو مانديبولار جوينت. هقول لك ايه هي اي جوينت في الدنيا بتكلم عن ايه. بتكلم عن ايه؟ بتكلم عن الكبسول بتاعه، بتكلم عن الليجمنت اللي حواليه، وبتكلم عن الموفمنت بتاعه، تمام؟ وبعد كده اكلمك بقى عن اللوك دي جو، ماشي؟ وكده نبقى خلصنا المحاضره يعني. ماشي، اول حاجه اكلمك عن المسلز بتاعه الماستيكيشن. المسلز بتاعه الماستيكيشن بيقسموها اتنين، ان انا عندي مين مسل، دي اللي بتلعب الدور الاساسي، ماشي؟ وعندي حاجه اسمها اكسسوري مسل. الاكسسوري مسل دي مش افكتيف قوي بس ليها دور طبعا، ماشي؟ يبقى انا عندي مسل دور الماستيكيشن، عندي المين مسل وعندي الاكسسوري مسل. طب انا هدرس انهو؟ هناخد المين مصل. الاكسسوري مصل هو ذكرها لك بس كده كاسم، تمام؟ يبقى احنا هناخد المين مصل. طب هي كام مصل المين مصل؟ هقوله ان هي اربعه. مين هما؟ الماسيدر مصل، واحنا عندنا فكره عن الماسيدر مصل، وهي عضله اسمها التمبوراليز مصل، واللاترال والميديال تريجوين مصل، تمام؟ تمام. طيب الاكسسوري مصل زي مين؟ زي الباكسينيتور، باكسينيتور والسوبرا هايويد مصلز. سوبرا هايويد مصلز من اسمها، يبقى هي فوق الهايويد بون، من فوق كده فوق الهايويد بون، وماسكه في المانديبول، تمام؟ اسمها سوبرا هايويد، يبقى فوق الهايويد، يبقى هي فوق الهايويد وماسكه في المانديبول. فلما تحصل لها كونتراكشن تعمل ايه؟ تنزلني المانديبول ده لتحت فتفتح الماوس، تمام؟ تمام. بقى لك الباكسينيتور والسوبرا هايويد ماسلز. زي اللي هي ايه يعني السوبرا هايويد ماسلز دي؟ التلات عضلات، حاجه اسمها دايجستريك ماسل، والمايو هايويد، والجينيو هايويد، تمام؟ تمام. هنتكلم عن ايه؟ هنتكلم عن الاربعه بتوعنا دول بالتفاصيل. ايه هي التفاصيل؟ اللي هو ايه هو الاوريجن والانسرشن والاكشن والنيرف سبل، ماشي؟ ماشي. هنا كاتب لك جنرال نوتس. الجنرال نوتس دي هنقراها لما نخلص المصلز بتاعتنا، ماشي؟ هتلاقي الكلام سهل يعني، لكن هنا مش عارفه اوريجيه بقى دلوقتي. اول مصل عندنا اسمها ايه؟ اسمها تيمبوراليز مصل. اسمها ايه؟ اسمها تيمبوراليز مصل. طيب عايزين نشوف التيمبوراليز مصل دي خارجه منين؟ خارجه منين؟ هي اسمها التيمبوراليز، تيمبوراليز. طب ما انا عارف ان انا عندي عضله اسمها ايه؟ اسمها التيمبورال بون، ماشي؟ يبقى بديهي ان التيمبوراليز مصل واخد الاوريجن بتاعها من التيمبورال بون. بس احنا ما بنقولش تيمبورال بون وبنسكت. منين من التيمبورال بون؟ قال لك ان التيمبورال بون فيها فصه، فصه يعني حته داخله كده، ماشي؟ ماشي، فيها فصه، والفصه دي عليها فاشيه، فبنقول عليها تيمبورال فاشيه. يبقى انا بقول ان انا عندي تيمبورال فصه وعليها كده تيمبورال ايه؟ تيمبورال فاشيه. دي اللي واخد منها الاوريجن بتاع ايه؟ بتاع التيمبوراليز مصل. يبقى هنا كده في فصه، في كده تجويف، المصل دي نايمه فيه، تمام؟ يبقى هنا كده عندي كده فصه وعندي فاشيه مغطيه الفصه دي، تمام؟ يبقى ايه الاوريجن بتاعها تاني؟ الفلور بتاع التيمبورال فصه والتيمبورال فاشيه. طيب رايحه ماسكه فين؟ احنا شايفين ان هي رايحه ماسكه فين؟ انا شايفه ان هي رايحه ماسكه في حته في المانديبل، صح؟ صح، ماسكه فين في الحته دي كده بالظبط، صح؟ طب الحته دي اسمها ايه؟ الحته دي اسمها كرونويد بروسس اوف المانديبل. اسمها ايه؟ اسمها كرونويد بروسس اوف المانديبل. طيب بما اننا جبنا سيره المانديبل، فعايزين كده نفتكر ايه هي الاجزاء بتاعه المانديبل كلها. كنا بنقول الجزء ده اسمه ايه؟ ده كان اسمه البادي بتاع المانديبل، تمام؟ وده كده الرم اللي كان عنده اتنين ريم، بس ده كده الرم واحد منهم، ماشي؟ وده اسمه الانجل، كنا بنقول دي الانجل، صح؟ صح. طيب فوق هنا، هنا كده دي اسمها ايه؟ فوق هنا كده، فوق هنا كده ده كان ايه؟ ده كان الهيد بتاعت دي كده، الهيد بتاعت المانديبول. وبعد كده بنلاقي ايه؟ بنلاقي نك، تمام؟ تمام. دي كده اجزاء المانديبول. والجزء ده اسمه ايه؟ اسمه الكورونويد بروسس، وده اللي عامل انسرشن للعضله بتاعتنا النهارده، ماشي؟ ماشي. طيب كده عرفنا الاوريجن وعرفنا الانسرشن، وكلمتك كمان عن المانديبول عموما يعني، ماشي؟ بعد كده هنتكلم عن الاكشن وعن النيرف سبلاي. الاكشن، تعالوا كده نتخيل مع بعض المسلز دي لو حصل لها كونتراكشن هتعمل لي ايه. هقول لك بص، انا شايف ان المسلز دي عباره عن فايبرز. قلت له ماشي. قال لك الفايبرز انا شايف ان هي هنا طوليه كده، لكن هنا جايه كده،
تمام. طيب المسلز اللي هي بالطول دي لو حصل لها كونتراكشن هتعمل حاجة؟ يعني ايه اصلا هتعمل حاجة؟ هو انا المانديبل عندي متاح له ان هو يتحرك، يعني ايه الحركات المتاحة لي؟ قالك هو مش متاح لي الا ان هو يعمل 4 حركات، يا اما يطلع قدام اسمها بروتروجن، يا اما يرجع ورا اسمها ريتراكشن، يا اما يتحرك ايه يفتح ويقفل، يفتح ويقفل. ماشي ماشي. احنا بقى في كل مصر هناخدها عايزين نعرف المصل دي بتعمل ايه من ال4 حاجات اللي انا قلتهم دول. يبقى عايزين نعرف هل المصل دي بتعمل الفيشن ولا بتعمل ديبريشن للمندبل، وبتعمل ريتراكشن ولا بتعمل بروتروجن للمندبل. يعني ايه بروتروجن؟ يعني تطلعه قدام. يعني ايه ريتراكشن؟ يعني ترجعه ورا. طب يعني ايه الفيشن وديبريشن للمندبل؟ يعني خلينا افتح واقفل البق. ماشي ماشي. طيب المصل بتاعتنا اللي معانا النهارده دي هتعمل لي ايه؟ هتخليني اعمل الفيشن ولا ديبريشن للمندبل؟ هي بديهي قوي وباينه قوي ان هي هتخليني اعمل الفيشن للمندبل. اول ما يحصل لها كونتراكشن كده وتلم على بعضها ايه اللي هيحصل؟ هتقوم رافعه لي المندبل ده كده فوق. صح صح. طيب بتعمل لي بروتروجن ولا بتعمل لي ريتراكشن؟ قال لك لا تعمل لي ريتراكشن. ليه؟ الحته اللي انا كنت بتكلم فيها بقى ان انا عندي هنا مكونه من فايبرز، الفايبرز دي البوستيريور فايبر. بص الاتجاه بتاعها عامل ازاي. اول لما يحصل لها كونتراكشن هتعمل ايه؟ هتشد المندبل على ورا. اسمها ايه انها تشد المندبل على ورا؟ اسمها ريتراكشن اوف ذا مندبل. تمام. وعلى فكره دي العضله الوحيده اللي بتعمل ريتراكشن للمندبل، وطالما قلت عضله وحيده تبقى مهم. تمام تيجي نسال فيها يعني. تمام. تعال نقرا كده الكلام اللي موجود. بيقول لك التمبوراليز ماسل، او طالما قال تمبوراليز يبقى انا افتكرت على طول ان هي واخده اوريجن بتاعها من التمبورال بون. من انهي حته؟ من الفصه. ماشي، من الفصه بتاعت من التمبورال فصه. يبقى الاوريجن بتاعها الفلور بتاع التمبورال فصه والتمبورال فاش. الانسرشن في مين؟ في الكورونايد بروسس بتاع مين؟ بتاع المانديبل. النيرف سبلاي المانديبولار نيرف. وعايزه اقول برضو ان كل المسلز بتاعت اللي هنتكلم عنها يعني دلوقتي مسؤوله عن عمليه الماستيكيشن، النيرف سبلاي بتاعها هو المانديبولار نيرف. تمام. نثبتها ويعني سهلوها علينا. ماشي ماشي. تاني مصل عندنا اسمها ايه؟ تاني مصل عندنا اسمها الماسيتر. والماسيتر احنا عندنا فكرة عنها. طب عندنا فكرة عنها ليه؟ عشان خدنا في المحاضرة اللي فاتت لو حد فاكر لما اتكلمنا عن الفيشيال ارتري، كنا بنتكلم عن بلاس سبلاي بتاع الفيس. قلنا ان الفيشيال ارتري كنا بيبقى محسوس قوي هنا كده بالظبط، هنا كده اللي هو ايه؟ اللي هو انترو انفيريور، يعني انترو انفيريور بتاع العضلة اللي هي الماسيتر دي. لما بتضغط كده على اسنانك بتحس الماسيتر دي واضحة قوي. انترو انفيريور ليها بنلاقي مين؟ بنلاقي الفيشيال ارتري اللي كان بياخد تورشوس كورس وبعد كده كان بيطلع بقى والكلام اللي كنا بنقوله ده. ماشي ماشي. انا حبيت بس افكركم يعني. ماشي. هنتكلم بقى الاورجن والانسرشن والاكشن والنيرف سبلاي. اول حاجه ايه هو الاورجن بتاع الماسيتا مسل من غير ما اي حاجه باينه او في الرسم؟ دي اسمها ايه؟ دي العظمه المحسوسه في وشنا دي اسمها ايه؟ اسمها زيجوماتيك بون او زيجوماتيك ارج. هي واخده اورجن من الزيجوماتيك ارج. طيب رايحه ما رايحه اهي، اهي الفايبر بتاعتها ماشيه كده. رايحه تعمل انسرشن فين بقى؟ رايحه تعمل انسرشن هنا كده. ده هنا اسمه ايه؟ اسمه الريموس بتاع المندبل. مش انا لسه قايله ده اسمه الريموس بتاع المندبل؟ اه. طب هي رايحه تعمل انسرشن في اللاترال سيرفيس ولا الميديال سيرفيس؟ اكيد اللاترال سيرفيس. مش ده كده لاترال سيرفيس؟ لاترال سيرفيس بتاع المندبل. الميديال اللي هو ناحيه جوه اللي هو اصلا مش شايفاه. ماشي ماشي. طيب ايه هو الاكشن بتاعها؟ هسألك يعني المفروض عايزين نسأل نفسنا يعني ونرد. بتعمل لي إليفيشن ولا ديبريشن للمندبل؟ هقول لك لا بتعمل لي إليفيشن. يعني هتشد على كده، يعني نشد الانسرشن على الأورجن كده، فنقوم عاملين ايه؟ عاملين إليفيشن للمندبل. تقفل لي يعني الماوس. ماشي. وبتعمل لي بروتروجن ولا بتعمل لي ريتراكشن؟ حد بيحب يريح دماغه قال لي انت قلت لي ان العضلة الوحيدة اللي بتعمل ريتراكشن هي مين؟ هي التمبريلز. اذا اي حاجه ثانيه بتعمل لي ايه؟ بتعمل لي بروتروجن. اقول لك كويس. طيب بروتروجن اللي هي يعني ايه اصلا؟ اللي هي تطلع قدام، تطلع قدام. طب ازاي المسلز دي بتخلي لي بتعمل لي ازاي المسل دي بتعمل لي بروتروجن اللي هي بتشد لي؟ بقول لك لو شديت برضو لو شديت الانسرشن على الاورجن هلاقي ان انا مش برجع لورا، لا انا بطلع لقدام. تمام. برضو نحفظها على ان المسلز الوحيده اللي بتعمل ريتراكشن هي مين بالظبط كده؟ هي التمبوراليس مسل. تمام. طيب كده عرفنا ان هي بتعمل الفيشن وبتعمل ايه؟ بروتروجن للمندبل. تعالوا بقى نقراها. بتكلم على الماستيتر مسل واخد الاورجن بتاعها من زيجوماتيك ارش، اللور بوردر والديب سيرفيس بتاع زيجوماتيك ارش. ماشي. الانسرشن منين؟ من اللاترال سيرفيس بتاع الريمس بتاع المندبل.
ماشي. lateral surface عشان بره، الريموس بتاع المانديبل عشان احنا عرفنا اجزاء المانديبل ان ده اسمه بادي وان ده ريموس، واللي كان فيه هنا انجل بس يعني مش باينه قوي. تمام ماشي. طيب النيرف سبلاي ايه؟ مانديبولر نيرف على طول. وقال لك ان معاها يعني نيرف من اسم المصل اسمها ماسيتر مصل في اسم ماستريك نيرف. ما علينا، اعرف ان انا عندي مانديبولر نيرف وخلاص. طيب ايه هو الاكشن بتاعها؟ اقول له بتعمل اليفيشن وبتعمل لي ايه؟ بتعمل لي بروتروجن. تاني، مين هي المصل الوحيده اللي بتعمل لي ريتراكشن؟ تمبورالز مصل. ماشي. تالت مصل عندنا اسمها ايه؟ تالت مصل عندنا هما اتنين اخوات، اتنين اخوات توأم، واحده اسمها لاترال تريجويد مصل، واحده اسمها ميديال تريجويد مصل. لاترال تريجويد وميديال تريجويد، وكل مصل منهم ليها اتنين هيد، يبقى اللاترال تريجويد ليها اتنين هيد والميديال تريجويد ليها اتنين هيد. طيب كل يعني كل هيد طبعا ليها اوريجن مختلفه للتاني، صح ولا ايه؟ صح. تعال نتكلم اول حاجه عن اللاترال تريجويد مصل. فين في الرسمه اللاترال تريجويد مصل؟ اهي اللي هي الاتنين دول، شايف السهمين اللي طالعين دول؟ دول التو هيد بتوعها. تمام، عندنا ابر هيد وعندنا لور هيد. الهيد دي خارجه منين او واخده اوريجن منين؟ قال لك ان الابر هيد واخده اوريجن من حاجه اسمها الجريتر وينج اوف السفينويد. يعني ايه بقى الكلام ده بالراحه؟ انا عندي في البيز بتاعه السكال مصل اسمها السفينويد بون، مصل كده شبه الفراشه، ليها جناحات. ايوه بالظبط، فراشه ليها كده جناحات طالعه من الجنب، بيقولوا عليها ايه؟ وينج. بيقولوا عندها جريتر وينج وعندها ليسر وينج. طيب الجريتر وينج بتاعها هي اللي بتبقى ظاهره لي هنا كده، يعني هي مصل في البيز بتاعه السكال. ماشي فاهمين؟ يعني هي مصل في البيز بتاعه السكال. ماشي. اللاترال بتاعها اخرها خالص من على الجنبين جريتر وينج، عظمتين كده مفلطحتين شويه، فبنقول عليهم جريتر وينج هنا والجريتر وينج هنا. ماشي، هو اللي بيظهر لي من هنا كده. ماشي، تقوم تعمل ايه؟ الابر هيد تاخد اوريجن من الجريتر وينج بتاع السفينويد مونا اللي هي دي. ماشي، ان انا عملت عليها دي. ماشي دي. ماشي. طيب اللور هيد هتاخد منين؟ هي تاخد برضو من السفينويد بون، بس منين من السفينويد بون؟ هو انا محتاجه رسمه، فاستني بس اجيب لكم رسمه وجي. تمام، انا لقيت الرسمه دي. عندي السفينويد بون هي دي اللي هي الصفره دي، بيسجل كده. ماشي، عندي السفينويد بون اللي هي الايه؟ اللي هي الصفره دي. بصوا من الجنب اللي ظاهر ده اسمه ايه؟ اسمه جريتر رينج. الجريتر رينج ده اللي كان بياخد منه اوريجين مين؟ كان بياخد منه الاوريجين الابر هيد بتاعه مين؟ بتاعه اللاترال تريجويد مصر. طيب لما باجي بقى هعمل كده ايه؟ هقطع كده واقوم فاتحه وبصه دي كده، يعني المنظر ده ان انا قطعت كده قمت فاتحه وبصه من جوه، ادي عندي برضو ايه؟ السفينويد بون، بس بان فيها بقى حاجات ما كانتش باينه هنا. ايه اللي بان هنا؟ بص شكل ايه؟ شكل الفراشه. ادي الجريتر وينج وادي الجريتر وينج اللي هو باين من هنا ده. ماشي ماشي. طيب من هنا الحته اللي هنا دي هي برضو مش باينه قوي، فهجيب الرسمه اللي جنبها. اه دي دي خدناها وبنبص عليها، بس هنا يعني اوضح من التاني. ايه دول؟ قالك هي ليها كده رجل ورجل ورجل ورجل، بنقول عليهم بليت. بنقول عليهم ايه؟ بليت. هنا تو بليتس وهنا تو بليتس. اللي بره بنقول عليه ايه؟ لاترال بليت. طب اللي جوه بنقول عليه ايه؟ ميديال بليت. وهنا بليت وبليت، لاترال بليت وميديال بليت. تمام تمام ماشي. انا كده عرفتك ان الابر هيد بتاعه اللاترال تريجويد بتاخد مين؟ بتاخد منين؟ بتاخد من الجريت من الجريت من الجريتر وينج. تمام. طيب اللور هيد بتاعه اللاترال تريجويد هتاخد منين؟ قال لك شايف انت اللاترال بليد ده؟ قال لك اه، هتاخد من اللاترال سيرفيس بتاعه، يعني هتمشي كده فايبر بتاعتها هتمشي كده. هتمشي من اللاترال سيرفيس بتاع اللاترال بليد. تاني معلش، هتمشي من اللاترال سيرفيس بتاع اللاترال بليد. يبقى انا بتكلم فين؟ عشان انا خرجت ودخلت كذا مره، بتكلم في اللاترال تريجويد مصر. اللاترال تريجويد مصر عرفنا ان هي ليها تو هيد، عندنا ابر هيد وعندنا لور هيد. ماشي ماشي. الابر هيد بتاعتها بتاخد اوريجين منين؟ بتاخد من الجريتر وينج اللي هو ده كده، اللي هو بيبان من بره، بيبان من بره من هنا كده. هو بص هو ده كده اهو بيبان كده. ماشي ماشي. طيب بتاخد اللور هيد بتاخد منين؟ بتاخد مهمه قوي ان انا بقول ده، ان هي بتاخد من اللاترال سيرفيس بتاع اللاترال بليد. تمام تمام. طيب نقرا الكلام ده اللي احنا قلناه ده. ماشي، زي ما احنا بنقول اهو، بنتكلم عن اللاترال تريجويد مصر. خد الاورجن بتاعها اتنين هيد، الابر هيد واللور هيد. الابر هيد جاي من الجريتر وينج بتاع السفينويد واحنا عرفناه. طيب اللور هيد جاي منين؟ من اللاترال سيرفيس بتاع اللاترال تريجويد بليد. طيب الانسيرشن بتاعها واخده فين بقى؟ بص يا عم الحاج،
ادي الاتنين هيد اهم خارجين، رايحين يعملوا انسرشن فين؟ رايحين يعملوا انسرشن عند النك بتاعه المانديبل. مش انا برضو لسه قايله من شويه ان هنا كان عندي هيد بعد كده عندي نك، هما رايحين يعملوا انسرشن عند النك بتاعه المانديبل. وفين تاني؟ في مكان اسمه اللي انا النقطه التانية اللي هتكلم عنها في المحاضره اسمها التمبرو مانديبولار جوينت، هما رايحين يعملوا انسرشن برضو في الكبسول بتاع التمبرو مانديبولار جوينت، وحاجه اسمها الارتيكولار ديسك. الكلام ده هنتكلم عنه كمان شويه صغيرين، هو سهل برضو ان شاء الله. ماشي، يبقى هو رايح يعمل انسرشن فين؟ رايح يعمل انسرشن فين؟ في النك بتاعه المانديبول والكبسول بتاع التمبرو مانديبولار جوينت والارتيكولار ايه والارتيكولار ديسك. طيب ايه هو النيرف سبلاي؟ المانديبولار نيرف. طيب ايه هو الاكشن بتاعها؟ قال لك بص بقى، زي ما احنا قلنا من شويه ان في عندي عضله اسمها التمبوراليس متفرده بخاصيه محدده، الا وهي ان هي بتعمل ريتراكشن للمندبل. العضله دي برضو متفرده بخاصيه محدده، الا وان هي بتعمل ديبريشن للمندبل. يعني ايه ديبريشن للمندبل؟ بتفتح بق، يعني بتخليك تفتح تفتح الماوس. طب ليه؟ بص تعالى كده نشد اورجن على انسرشن، سوري نشد انسرشن على اورجن. طيب لو شدنا انسرشن على اورجن هنشد ازاي؟ ادي الاورجن وادي الانسرشن، هنشد كده صح؟ صح. طب وانا لما اشد كده المانديبول ده يحصل له ايه؟ هينزل كده، هينزل تحت كده. تاني كده تخيلها، انا بشد كده، يعني انا بشد ده على ده كده، يقوم المانديبول ايه اللي يحصل له؟ ينزل لتحت، يعني بقك يتفتح. ماشي ماشي. فهي المصل الوحيده اللي بتعمل ديبريشن للمانديبول عشان تعمل اوبن ايه؟ اوبن للماوس. والنقطه دي مهمه برده. تمام تمام. طيب كده عرفنا بتعمل ديبريشن ولا الليفيشن. بتعمل ديبريشن. طيب بتعمل بروتروجن ولا بتعمل ريتراكشن؟ لا يا باشا بتعمل بروتروجن. بروتروجن يعني ايه؟ يعني بتطلع لي المانديبول لقدام. بنفس المنطق انت برضو لو جيت شديت الانسرشن على الاورجن هتلاقي ان المانديبول بيطلع لقدام، مش بيرجع لورا. ماشي. وفي الاخر بعد ما تخلص يعني مذاكره قارن الاكشن ده مع بعض ويحفظهم مع بعض، ان هو مثلا كلهم بيعملوا ايه؟ كلهم بيعملوا بروتروجن ما عدا اسمها التمبوراليز. طيب كلهم بيعملوا اليفيشن للمانديبول ما عدا اللي بتعمل ديبريشن، كانت مين؟ كانت اللاترال تيروجويد كده. ماشي. او في برضو حاجه عايزين نقولها، ان اللاترال والميديال تيروجويد العضلتين الوحيدتين اللي ليهم كده يعني حاجه سبيشال ليهم كده، اكشن خاص بيهم، اللي هو بيعمل سايد تو سايد موفمنت، اللي هي الحركه اللي احنا بنقعد نعملها دي، انك تحرك المانديبول من جنب لجنب. مين اللي بيعملها؟ اللاترال والميديال تيروجويد. ماشي، سايد تو سايد موفمنت لاترال مع ميديال. تمام تمام. هنتكلم بقى عن الاخت ميديال تيروجويد. الميديال تيروجويد مصل زي اختها برضو، قالت لك انا ليها راسين فانا ليها راسين، ليها برضو تو هيد، بس التو هيد هنا اللي فوق كنا قلنا ايه؟ سوبر في اللي هي ابر ولور. طيب هنا في الميديال تيروجويد اللي تو هيد ده، اقول انا عندي سوبرفيشال هيد وعندي ديب هيد، عندي سوبرفيشال هيد وعندي ديب هيد. ادي السوبرفيشال والديب تحتها اللي جوه دي. ماشي ماشي. اول حاجه السوبرفيشال هيد، السوبرفيشال هيد جايه منين؟ جايه من حاجه اسمها ماكسيلاري تيوبروستي. ايه ماكسيلاري تيوبروستي ده؟ شارح نفسه. ماكسيلاري مش دي عظمه الماكسيلا؟ اه. تيوبروستي في كره هنا صغنطوطه كده. ماشي. تيوبروستي يعني ايه؟ كره صغنونه هنا كده، واخد منها ايه؟ واخد منها الاورجن. ماشي. اسمها ايه؟ اسمها ماكسيلاري تيوبروستي عشان هي في عظمه الماكسيلا، تيوبروستي عشان تيوبروستي. ماشي ماشي. طيب الديب هيد واخده منين؟ مش هتصدق الديب هيد واخده منين؟ مش انا لسه من شويه اتكلم عن الاسفينويد مون، قلت لك ان هي ليها توبليت هنا وتوبليت هنا، قلت لك شكل الفراشه، قلت لك ان هي ليها لاترال بليت وميديال بليت، واللاترال سيرفيس بتاع اللاترال بليت كان بياخد منه منين؟ كان بياخد منه انا هيد بتاعه اللاترال تيروجويد كان بياخد منه مين؟ اللور هيد. صح صح. طيب هقول لك بقى ان الديب هيد بتاعه الميديال تيروجويد بتاخد من الميديال سيرفيس بتاعه اللاترال تيروجويد بليت. هوريها لك برضو. ادي اللاترال تيروجويد بليد، اللاترال سيرفيس بتاعه بيدي لمين؟ بيدينا اورجن لللاترال تيروجويد. الميديال سيرفيس بتاعه بيدينا اورجن للميديال تيروجويد. يبقى محدش يقول مثلا ميديال تيروجويد فهتبقى الاورجن بتاعها من الميديال من الميديال بليد. ماشي. او من الميديال تيروجويد بليد، لا هتبقى جايه من الميديال سيرفيس بتاع اللاترال بليد. تمام. عشان كده سميناها ايه؟ عشان كده سميناها ميديال. بتاخد اهو الديب هيد بتاخد من الميديال سيرفيس بتاعت اللاترال تروجويد بليت، والنقطه دي مهمه. تمام تمام. طيب بيعملوا انسرشن فين؟ طب تعالوا نمشي معاهم كده، عايزين ماشيين معاهم ماشيين معاهم. راحوا عملوا انسرشن فين؟ في الانجل بتاعت المانديبول. طب جوه ولا بره؟ لا جوه، في الانر سيرفيس بتاعت الانجل بتاعت المانديبول.
من شويه خدنا عضله اسمها ماسيتر، كانت بتعمل انسيرشن فين؟ عند الانجل بتاعت المندبل بس من بره اللاترال سيرفيس، لكن الميديال تيروجويد الانسيرشن بتاعها عند الانر سيرفيس بتاعت الانجل بتاعت المندبل. تمام تمام طيب ايه الاكشن بتاعها؟ هقول له الاكشن بتاعها بتعمل لي اليفيشن ولا بتعمل لي ديبريشن؟ يا باشا بتعمل لي اليفيشن، في واحده بس كانت بتعمل ديبريشن اللي هي لاترال تيروجويد، هي مش غيرها بتعمل لي اليفيشن. بتعمل لي طيب ريتراكشن ولا بروتروجن؟ لا بتعمل لك ايه؟ بروتروجن. اللي كانت بتعمل لي ريتراكشن كانت مين؟ كانت التمبوراليس ماسل. تمام تمام طيب تعالوا طيب نفهمها. اول حاجه في الاليفيشن، تعالى كده نشد اورجن على انسرشن، انسرشن على اورجن، يبقى شد كده، يبقى بعمل ايه؟ برفع، بعمل اليفيشن للمندبل. طيب تمام ماشي ماشي بيسجل. طيب بتعمل لي بروتروجن ولا بتعمل لي ريتراكشن؟ لا بتعمل لك بروتروجن. ليه؟ بتطلعه لقدام مش بترجعه لورا. يرجعه لورا ده لو حاجه من ورا زي التمبوراليس كده بتشد لورا زي البوستيريور فايبر بتاعت التمبوراليس، رجعه لورا، لكن هنا لا مش برجعه لورا. ماشي ماشي. وفي برضو حاجه يعني تحشيشه كده عبيطه، الميديال تيروجويد بحرف الام والماستيتر بحرف الام، الاثنين زي بعض في الاكشن، اصلا الاثنين مكانهم يعني قريب، الماستيتر بتبقى كده فوقيها صح، الاثنين زي بعض في الاكشن، هما بيعملوا اليفيشن وبيعملوا بروتروجن. ماشي ماشي. اللي مختلفين الاثنين بقى اللي هي التيمبوراليس متميزه بحاجه واللاترال تيروجويد متميزه بحاجه، عشان ما اقعدش اتكلم كتير يعني. ماشي. ولسه قايل لك من شويه ان انا عندي حركه اسمها سايد تو سايد موفمنت، دي بتتفرد بيها او بتتميز بيها مين؟ عيله التيروجويد اللي هما مين؟ اللي هما الميديال واللاترال تيروجويد مع بعض. ماشي. الاثنين يعني بيعملوها مين؟ النيرف سبلاي يا باشا، المانديبولار نيرف. ماشي كده احنا خلصنا نص محاضرتنا وخلصناها على طول يعني الحمد لله، اتكلمنا عن المسلز بتاعه الماستيكيشن. دلوقتي هكلمك عن جوينت. جوينت اسمه ايه؟ اسمه التيمبرو مانديبولار جوينت. تيمبرو يعني ايه؟ يعني تيمبرال بون، مانديبولار يعني مانديبول، جوينت يبقى هو جوينت ما بين المانديبول وما بين ما بين المانديبول وما بين التيمبرال بون. طيب جوينت، بما اني قلت جوينت فاحنا عايزين ناخد نوع الجوينت. اول محاضره خدناها في سنه اولى كانت الجوينت وانواعها تقريبا، يعني كنا بنتكلم ان الجوينت دي كان فيها انواع كتير، منها كان في حاجه اسمها ساينوفيال جوينت، يعني في ساينوفيال فلويد يعني ممكن نحركه. صح صح. طب نحركه ازاي بقى؟ من عندي ممكن الجوينت ده يتحرك في اتجاه واحد زي القلبه مثلا، ممكن يتحرك في اربع اتجاهات اللي هو يعمل مثلا ادكشن ادكشن فليكشن اكستنشن زي اللي هو بتاع ايدينا ده. ماشي ماشي. ده انه واحد قالك كوندايلر جوينت. كوندايلر فيرت يعني ايه كوندايلر؟ كوندايلر اللي هو باي اكسيال موفمنت، يعني هيعمل لي اربع حركات، مين هما؟ فليكشن اكستنشن ادكشن ادكشن، وهو يعمل فليكشن اكستنشن ادكشن ادكشن. ودي معلومه مش مهمه على فكره. طيب مين هي الارتيكولار بارتس؟ هي الارتيكولار بارتس اللي عمال الجوينت دي. اقول لك تعالى نمشي كده، هناخد من فوق لتحت. اول حاجه شايفه انت دي الفصه اللي في التيمبورال بون دي، ما انا عندي فصه في التيمبورال بون عشان تقوم داخله فيها مين؟ الحته بتاعه المانديبول اللي هي الهيد بتاعه المانديبول. صح ماشي. يبقى اول جزء اللي هو المانديبولار فصه اللي هو موجود في التيمبورال بون ده اسمه مانديبولار ليه؟ عشان داخل فيه مانديبول. مظبوط، داخل فيه الهيد بتاعه المانديبول. ماشي. اول حاجه المانديبولار فصه، وفي هنا عندي تيوبركل شايفينه جزء كده كبير، تيوبركل اسمه ايه؟ اسمه ارتيكولار تيوبركل. يبقى انا المانديبولار فصه والارتيكولار تيوبركل وفي التيمبورال بون اباف. الارتيكولار تيوبركل ده بيقولوا عليه ايه؟ بيقول عليه التيوبركل اللي في اخر الزيجوماتيك بون او الزيجوماتيك ارش. ايه بقى الكلام ده؟ كلام سهل خالص. شايف انت الزيجوماتيك دي اخرها 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 هنا كده، واخد الحته دي مكبرها يعني، يبقى في اخر كان ده زيجوماتيك اهو. ماشي. في اخره اللي انا عندي التيوبركل، فقال لك التيوبركل اللي في اخر الزيجوماتيك هقول لك عليه الارتيكولار تيوبركل وانت عارفاه وخلاص. ماشي ماشي. يبقى هي الارتيكولار بارتس، من فوق هلاقي عندي ايه؟ هلاقي عندي المانديبولار فصه والاقي عندي الارتيكولار تيوبركل بتاع التمبرال بون من فوق. طب تعالى ننزل تحت، هلاقي مين؟ الاخت بقى المهم ذات نفسها اللي هي الهيد بتاعه المانديبول نفسها، والاقي عندي حاجه كده زرقاء في النص اسمها ايه؟ اسمها انترا ارتيكولار ديسك. اسمها انترا ارتيكولار ديسك. طيب الديسك ده بيقسم له جوينت كافيتي لجزئين، ابر كومبوننت ولور كومبوننت. بس كده احنا اتكلمنا عن ايه؟ عن الارتيكولار بارتس. قلت ايه؟ قلت هاخدها من فوق لتحت. من فوق عندي ايه؟ عندي المانديبولار فصه،
وعندي الارتيكولار تيوبيركل، وقلنا اللي هو التيوبيركل اللي في اخر الزيجوماتيك ارش، وعندي الهيد بتاعت المانديبول من تحت، والانترا ارتيكولار ديسك اللي بيقسم له الجوينت كافيتي ل ابر كومبوننت ولور كومبوننت. ماشي ماشي. اي جوينت في الدنيا بتكلم عليه في ايه؟ هتكلم على كبسول، هتكلم على ليجامنت، هتكلم على موفيد. ماشي، تعالى نتكلم عن الكبسول. الكبسول اللي ماسك لي الجوينت ده شكله عامل ازاي؟ اقول لك شكله عامل ازاي على طول. شايف انت اللي لو حاطه في دايره حمراء ده، هو ده الكبسول، هو ده كده الكبسول. طيب الكبسول ده ماسك منين ورايح فين؟ اقول له والله الكبسول ده شايفه ان هو بيقول لك ماسك فوق من عند المارجن بتاعه المانديبولار فوس، وماسك من تحت عند النك بتاعه المانديبول. تعال نشوف كده كلامه صح ولا بيقول اي كلام. اهو ماسك من فوق من عند ايه؟ المارجن بتاعه المانديبولار فوس. ماشي، وماسك من تحت من عند ايه؟ من عند النك بتاعه المانديبول. يعني هو مغطي على الهيد. ماشي، يعني هو مغطي على الهيد كده، الكبسول مغطي الهيد ورايح ماسك في النك. يبقى هو ماسك من فوق من عند المارجن بتاع المانديبولار فوس، عند المارجن بتاع المانديبولا الفوسطى، وماسك من تحت. تمام، يبقى هو ماسك من فوق من عند المارجن بتاع المانديبولا الفوسطى، ومن تحت من عند ايه؟ من عند النك بتاع المانديبولا. ماشي. طب تعال نتكلم بعد كده عن الليجامنت. انا قلت لك كبسول ليجامنت مومنت. مين هما الليجامنت؟ عندي 3 ليجامنت. عندي كام ليجامنت مثبتين الجوينت ده؟ عندي 3 ليجامنت. اول ليجامنت اسمه ايه؟ اسمه لاترال. الله، لاترال يبقى هو لاترال بره. تيمبرو مانديبولار. ماشي، ماسك من التيمبرو، من التيمبرال للمانديبول. كلام بديهي، اصل ده ليجامنت بيثبت جوينت اسمه تيمبرو مانديبولار جوينت. مش هستغرب لما تقول لي اسمه لاترال تيمبرو مانديبولار ليجامنت. ماشي، ايه الاتاتشمنت بتاعه؟ قال لك الاتاتشمنت بتاعه ماسك من فوق من عند التيوبركل اللي احنا قلنا عليه ده. مش انا من شويه قلت لك ان انا عندي في كده فصه في التيمبرال بون اسمها مانديبولار فصه؟ ماشي، بعد كده كان في كده تيوبركل صغنطوط. بالظبط كده، هو ماسك من ايه؟ ماسك من عند التيوبركل ده من فوق. ماشي ماشي، مسك من عند التيوبركل من فوق. ماشي، بعد كده نزل تحت مسك فين؟ مشي كده ومسك فين دي كده ايه؟ مسك في النك بتاعه المانديبول. ماشي ماشي، يبقى مسك من اللي فين تاني؟ مسك من فوق من عند التيوبركل. بص على كده، التيوبركل ان ذا روت اوف الزيجوماتيك ارش. طب انا لسه قايله لك يا عم الحاج ان التيوبركل هو اللي في الروت بتاع الزيجوماتيك ارش. روت يعني ايه؟ اخر الزيجوماتيك ارش. ماشي، التيوبركل اللي في اخر الزيجوماتيك ارش هو اللي قلنا عليه من شويه اسمه ارتيكولار تيوبركل. ماشي، وماسك من تحت فين؟ ماسك من تحت عند اللاترال ازمنت بتاعت النك بتاعت المانديبول. ماشي يا عم الحاج. طيب تاني ليجامنت اسمه ايه؟ اسمه اسفينو مانديبولار ليجامنت. طب ثانيه، اسفينو دي مش بتفكرنا بحاجه؟ بتفكرنا بالاسفينويد بون. ماشي، ايه ده يعني هو ماسك في حاجه في الاسفينويد بون؟ اه على فكره ماسك في الاسفينويد بون. مانديبولار يعني ماسك في المانديبول. ايوه، يبقى هو اسمه اسفينو مانديبولار، ماسك من عند الاسفينويد بون ومن عند المانديبول. طيب ماسك فين في الاسفينويد بون؟ برضه الاسفينويد بون انا الصوره اللي كنت روحت لها وجيت دي، في عندها سباين اسمه اسفينويد سباين. يبقى الاسفينويد بون فيها سباين اسمه اسفينويد سباين، هي ماسك الليجامنت ده ماسك فيه. طيب ماسك من تحت في المانديبول في انهي حته؟ قال لك امسك كده الريموس بتاع المانديبول وبص عليه من جوه. من جوه هتلاقي ايه؟ هتلاقي كده حته عاليه، ماشي، وجنبها كده حته واطيه. اي حته عاليه بيجي بجنبها حته واطيه. الحته الواطيه دي بنقول عليها ايه؟ بنقول عليها لينجولا. بنقول عليها لينجولا. طب الحته العاليه دي ايه؟ الحته العاليه دي تقريبا بتمسك فيها المصل الماي هايويد. مش موضوعنا يعني. ماشي، الحته الواطيه دي بنقول عليها ايه؟ بنقول عليها لينجولا. هي بقى ماسكه في اللينجولا. هو هنا جايب رسمه بس يعني مش الطف حاجه، اللي هي دي كده. ادي اهو الاسفينو مانديبولار ليجمنت، هو ده. المفروض ان هو جاي من فوق من عند الاسفينويد بون. ماشي، من سباين كده فيها اسمه اسفينويد سباين، نازل تحت تحت. المفروض ان ده كده مانديبول من جوه يعني. ماشي، ده كده الحته العاليه اهي. شايف انت في حته عاليه؟ لا، هو بص 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 ماسك فين؟ في الحته الديبريشن اللي جنبها دي. ماشي، ماسك في حته الديبريشن اللي جنبها دي اللي اسمها ايه؟ اللي اسمها لينجولا. اللي اسمها ايه؟ اسمها لينجولا. يا رب تكونوا فاهمين. ماشي، تالت ليجامنت عندنا اسمه ايه؟ اسمه ستايلو مانديبولار ليجامنت. اسمه ستايلو مانديبولار ليجامنت. طيب ستايلو يعني ايه؟ يعني جايه من الستايلويد بروسس. مانديبولار يعني ماسكه في المانديبول. بس كده خلصت. يبقى هي اتاتشد اباف من عند الستايلويد بروسس وماسكه في الانجل بتاعه المانديبول. هو ده الستايلويد بروسس، وماسك في الانجل عند الانجل بتاع المانديبول.
يبقى انا قلت كده عندي كام ليجامنت؟ 3 ليجامنت. مين هم؟ لاترال تمبرومانديبولار ليجامنت. جاي منين؟ ماسك من فوق من عند التيوبركل بتاع الارتيكولار تيوبركل يعني، وتحت ماسك فين؟ في اللاترال اسبكت بتاعت النك. ماشي ماشي. طيب بعد كده عندي سفينومانديبولار. سفينومانديبولار ده ماسك من عند الاسباين بتاعت السفينويد، ومن تحت لعند مين؟ اللينجولا بتاعت الريموس بتاعت المانديبول. طيب الستايلومانديبولار منين؟ من عند الستايلويد بروسيس، ومن تحت عند الانجل بتاعت المانديبول. طيب بعد كده بقى نتكلم عن الموفمنت. انا ما كدبتش، انا قلت لك هنشوف الكبسول والليجمنت والموفمنت. ايه هي الموفمنت؟ بص دي كده اعتبرها مراجعه، يعني دي كده اعتبرها مراجعه، بعيد نفس الكلام. ايه هي الموفمنت بتاعت الجوينت؟ قال لك ان انا بيعمل عندي ديبريشن للمانديبول. الجوينت ممكن يحصل ديبريشن للمانديبول، انا بفتح الماوس مش قال لك فتحي للموز اصلا بتحصل بالجرافيتي، يعني الجاذبيه. لو حد متخدر، حد نايم، حد سرحان، عيل صغير سرحان بتلاقيه فاتح بقه. ماشي. الجرافيتي هي اللي بتشد المانديبول لتحت. ماشي ماشي. مين تاني اللي كان بيعمل ديبريشن للمانديبول؟ اللاترال تريجوي. ماشي. والعضلات الاكسسوري، مش انا كنت بقول لك ان هي كان اسمها سوبر هايويد، ماسكه ان الهايويد للمانديبول، فلما تحصل لها كونتراكشن وتشتغل تعمل لي ديبريشن للمانديبول، اللي هم العضلات دي. ماشي اللي كنت قلتها فوق. طيب مين اللي بيعمل لي اليفيشن للمانديبول؟ كلهم بقى عادي ما عدا اللي كانت بتعمل لي ديبريشن. ماشي. اللي هي كانت مين اللي كانت بتعمل لي ديبريشن؟ لاترال تيروجويد. اي حاجه غير لاترال تيروجويد، ماسيتر، تمبوراليز، ميديال تيروجويد. ماشي. مين اللي بتعمل لي بروتروجن؟ بالظبط كلهم ما عدا اللي بتعمل لي ريتراكشن. مين اللي بتعمل لي ريتراكشن؟ التمبوراليز. يبقى هنا كلهم اهو ما عدا هنا ايه؟ تمبوراليز بتعمل لي ريتراكشن. مين اللي بتعمل لي سايت تو سايت موفمنت؟ اللي هي مين؟ عيلة التريجويد اللي هما ميديال ولاترال تريجويد. تمام تمام وهنا بيقولك ان النيرف سبلاي هو الاوريكولي تمبرال نيرف من المانديبولر. الاوريكولي تمبرال نيرف من المانديبولر. ماشي ماشي. النيرف سبلاي بتاع الجوينت يعني. ماشي. الاوريكولي تمبرال نيرف من المانديبولر، لكن المصري كنا بنقول مانديبولر، لكن النيرف سبلاي بتاع الجوينت ايه؟ الاوريكولي تمبرال نيرف من المانديبولر، طبعا سنسوري. ماشي. نفسي يا باشا جايب لك كده ان بي صغيره، بيقول لك ان التيمبرو مانديبولار جوينت ده موجود ايميديتلي قدام الاكسترنال اوديتوري ميتس. ادي الاكسترنال اوديتوري ميتس فينو اهو، ما كدبتش انت صح، هو موجود قدامه فعلا. ماشي. قالك عشان كده ربنا عمل لنا حاجه حلوه قوي، لازم بانه موجود قدام حاجه مهمه كده عندنا يكون الجوينت ده متثبت جامد جدا، بتثبت جامد جدا. طب ما انت لسه قايل ان احنا مثبتينه بثلاثه ليجامنت. بالظبط. قال لك اقوى ليجامنت فيهم هو اسمه اللاترال تمبرو مانديبولار ليجامنت، ده اقوى واحد فيهم الثلاثه. طيب ليه قوي كده؟ او ليه اصلا بقول النقطه دي؟ بوريك حكمه ربنا، بوريك رحمه ربنا. ايه برضو في ايه برضو في كده؟ قال لك ان الليجامنت ده قوي ليه؟ عشان يمنع لي الهيد بتاعه المانديبول ان هي ترجع ورا، الهيد دي ما ترجع ورا وتقوم تكسر لي في الاكسترنال اوديتوري ميتس. ماشي ماشي. طب ايه اللي ممكن يخليها ترجع ورا؟ انت لو خدت بوكس حضرتك هنا كده، لو وقعت على دقنك المانديبول ده هيتحرك لورا، صح؟ طب لو الليجامنت اللي رابطه الجوينت ده اي كلام، هيقوم راجع ورا ويقوم مكسر لي مين؟ الاكسترنال اوديتوري ميتس. تمام. يعمل لك مشاكل تانيه كبيره. بس فهنا بس نقطه صغيره كده، بيقول لك ان الجوينت اللي هو اسمه التمبرو مانديبولار جوينت بيبقى موجود immediately in front of external auditory meatus، عشان كده الكوبه الكبيره بتاعه اللاترال تمبرو مانديبولار ليجمنت بتمنع الهيد بتاعه المانديبول ان هي ترجع ورا وتكسر لي التمبانيك بليت، تكسر لي التمبانيك بليت او قول ماشي الاكسترنال اوديتوري ميتس يعني. ماشي. في حاله ايه؟ في حاله اللي انت حصل خدت بوكس كده في ذقنك، او اللي انت وقعت يعني على الجن. تمام تمام. احنا بقى موضوعنا اللي بنتكلم عنه اسمه ايه اصلا؟ اسمه لوك دوجو، او اسمه التاني كلينيكال او ميديكال، يعني اسمه ايه؟ اسمه تريزمس. تريزمس هذا الاسم كده. ماشي. يبقى اسمه لوك دو جو او اسمه تريزمس. يعني ايه لوك؟ يعني مقفول. لوك دو جو يعني بقه مقفول، الجو مقفول ما بيفتحش. طب ايه اللي ممكن يخليه مقفول؟ بالظبط المصل دي عامله كونتراكشن ما بتفكش، سبازم، حصل سباز فقامت المصل عامله كونتراكشن جامد ما تفكش. طيب طب بقك مقفول يبقى كده الماوث مش عارف يفتح اصلا، صح؟ صح. قالك ممكن تبقى حاله تمبرالي. ماشي. ممكن مثلا ايه؟ ممكن نقص كالسيوم يعمل لك مثلا تيتاني. ماشي. ممكن ايه؟ ممكن مشكله في النيرف. ماشي. او ممكن مثلا حصل عندي كثره في البون، او حصل عندي حاجه في البون
ففي المصل حصل لها كونتراكشن جامد ماشي، بيبقى اسمها ايه يا رب، بيبقى اسمها عشان تعوض يعني الكسر في البون ده، فبيحصل لها كونتراكشن جامد تقريبا يعني. لو حصل عندي مشكله في ليجامنت تندون، طب تعالوا نقرا الكلام. بيقول لك ان هي نون ميديكالي باسم ايه، باسم التريزمس ده ماشي اعرفها. وان دي ديس اوردر بيحصل اللي بيبقى فيه يعني ان الجو ماسلز بيبقى حصل لها سباز، فحصل كونتراكشن فبنمنع المصل ان هو يفتح تمام. واغلب حالات اللوكد جو بتبقى تيمبرالي، والسيمبتومز تيبيكالي يعني ماشي، الاعراض دي بتتراوح من بضع ساعات كده لاسبوعين، وحسب برضو الحاله وحسب السيفيرتي بتاعت الحاله بتاعتي. طيب ايه هي الاسباب بتاعته؟ قال لك بيحصل بسبب المصل ريمين ان الاكتيف بوزيشن وكانت ريلاكس، المصل حصل لها كونتراكشن ومش بتريلاكس تمام. تمام طيب ايه اللي ممكن يخلي مصر يحصل لها سبازم ويحصل لها ريلاكشن كتير، سوري كونتراكشن كتير؟ قالك مثلا السبازم ممكن يحصل لو انا عندي انجري في المصر، انجري في النيرف، في البون، في التندون، في الليجامنت، او مثلا هيلث كونديشن، انفكشن، ميديكيشن، ادويه حتى تقدر تعمل لك كده، حد عنده نقص كالسيوم كده. احنا خلصنا محاضرتنا، بس انا لا يعني ما نسيتش، كنت قلت كده ايه في سلايد فوتناه هي عشان كنت هنساها. ماشي الحمد لله. ايه دي هنتكلم كده جنرال نوتس عن المصل بوجه عام، كلام سهل بقى انتوا عارفينه، اقول لك ان بس عايزين نقرا يعني سوا. اول مصل اوف الماستيكيشن بتاخد اوريجن من السكال وانسرشن في المانديبول، ماشي عارفين. كل المصل بتاعت الماستيكيشن سبلايد بي المانديبولار نيرف، برضو عارفين. طيب كل المصل بتاعت الماستيكيشن بتعمل ايه؟ بتعمل بروتروجن للمانديبول اكسبت تيمبوراليس، بتعمل ايه؟ ريتراكشن. طيب كل المصل بتعمل ايه؟ اليفيشن للمانديبول، معانا مين؟ اللاترال تريجوي، بتعمل ايه؟ اوبننج للمانديبول، او بتعمل لي ديبريشن للمانديبول، وسايد تو سايد موفمنت باللاترال تريجوي والميديال تريجوي. طيب بذمتكم الكلام ده لو كنا قلنا الاول بعد كده شرحنا كنت هتعرفوه كنت هتفهموه؟ ما علينا، احنا كده خلصنا محاضرتنا الحمد لله. دي اسئله كده بصوا عليها وبس كده خلاص.